انا اسمع، انا نفسي مش عارف شو الفكرة اصلا، بس انه يعني حكينا انه ايش رح يكون تحدي، انه ندخل احنا الاربع مع بعض جيم باتل، وانا وعاصم ننزل بجهة وسيرجو ودوشكا ينزلوا بجهة، فاهم علي؟ نكتنيش في مكان يعني. هسا انا مش عارف يعني بالضبط، انه ما اعرفش يعني عادي ممكن نجتمع يعني مش غلط يعني. عايز فكرة الفيديو الأساسية تكون هل اسمع الفكرة انه هل انا وعاصم ممكن نجيب كلات على منكم مثلا؟ ممكن هاي الفكرة. فهمت له اطلع مثلا تغبي اطلعوا من الجيم، اطلعوا من الجيم لانه انا داخل وناس الجرافيك اعلى شيء. لا اله الا الله. يلا يلا عاصم، عاصم حتسمعني؟ احنا هننزل مزرعه بدون ما نتفاهم. والله كلمه ينزل وين ما بده، انت روح ينزل وين ما بده. نعمل لكم ريفايف ولا لا؟ والله يا ريت يعني. انا ما اعرفش، حاسس نزلت بدري. 1000 متر كويس يا شباب، ممكن مساعده على فكره. انتوا معنا ايش في؟ ايه ده؟ ايش اللي ايه ده؟ انت نازل معنا يا بيه؟ اخ لو بقدر اقتلكم. سرقوا كلي يا اخي، اتركنا. وين رايح معنا انت؟ انت اللي تلحقوني يا جدعان يا جدعان يا جدعان يا جدعان. طب بقول لك ايه، نوفا 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 اطلع اطلع اطلع. لا ما خلصت. حلو، لو انت جبت كلات منهم. نوفا اللي سرع الكل ديك يا عاصم، ما بينزل نوك مالنا علاقة. هيك هيك صارت. يلا يلا تعالى تعالى في الحتة. هاي بدي اخذ من عندهم السيارة عشان ما يلاقوا سيارة. لا سيارتي، وديني عند عاصم بنزل. اتفضل انزل يا باشا، روح. شكرا، الله معك. شكرا على التفصيل. عندي لاعب محترف. فين فين فين؟ عندي لاعب محترف. لا بيقتلوا بوتات بس يلا ما مشكلة. في واحد بالمزرعة فوق. شي ستيت ام فورز بك يا ديلو. انت سرقته؟ هو ده كان ميت ولا لا؟ هذا فاصل، لاعب فاصل. انت لايف كل لايف. كمان واحد. واحد فين؟ بعيط يعني. كان نايم على الارض، بس شو بيعمل؟ حد بيضرب. ايوه. اثنين. فريق في تيم في تيم. انا مدمجهم على الاخر حرفيا. اطلع اطلع فريق من تسرق الاثنين. الله عليك الله عليك يا عاصم. فريق من البدات حبيبي. لقيت التيم ده. في سياره جايتنا، في سياره في الابجريد دوت. وان شوت وان شوت. انا لفلو انا لفلو. انا حاطط تراب، حاطط تراب اصلا. مشي. انا مؤمن اني بطير. ايه انا انتعست. فيش ولا طلب تيجي تنزل. خليك يا عمي. ده قتل دعسني مليون مره. في واحد عنده زومبي. هلو يافو. نايس. يا نوب. يلا يا بيه. يمكن يا شباب. انا معي اثنين وعاصم ما هو واحد. لا هاي ما كانت من الشرطة. هاي في واحد قدامنا شفته؟ ايوه. خذ ميدور افضل. هرب وين هذا؟ هو طلع فوق. راي السرع منك. شلته. ايوه هو ده. بصير نجي ناخذ من عندكم دروب. كيف السواقة يا عاصم؟ جميل. ورا اسمع، في مكان ضرب ورا. ارجع ورا. لا لا بدنا نروح دروب. في اسلحة بدروب احسن. يلا جاهز حالك تحلق. اخي انا اتفضل. وين انت شايفهم؟ هي هي في سكواد هنا. هنا بدهم يسرقوا الكلات. ايه ده يا جدعان؟ احنا هنا ماليش دخل. ايوه انا الكل لي. يلا يا بوت. سيرجو زاد يا حيوان. ايوه لا يا عاصم تعال حقني، انا لحالي بالشارع. تعال تعال. طب تعال خدني معاك عربيه يا ابني. انا بدي اياك عشان تيجي تاخذني بتحكي لي معاك عربيه. معيش. اديله بقول لك ايه يا نوفا. تعال هنا. يلا اي حاجه. يا سلام على السرعة. هي دي اتوقع يمكن نلاقي شيء عند الدروب من تحت. يمكن نموت. مش بص هو وين السكواد؟ يا اسطى يا اسطى مش هنعرف. لا
طب فين البوتات؟ مفيش حد اصلا. لا بوتات لا لاعبين. ندور على بعض. لك يا عبدي عبدال... صعب تلاقي فيها. يلا باقي 23 بوت من ضمنهم احنا. اختفى. اوكي. ايش هذا؟ انا دخلت دول دروب. عندك ولا فين؟ سبحانه. ما عندي ما شفته. ايش بي؟ ايه ده؟ شوف. يا وين كان هيدا مكفي؟ نايس. هنا. ينفعش اخذ اكثر من سلاح من دروب؟ لا سلاح واحد. في ناس. ما هو ده اللي هو ده الوقت. انتوا بدكم مساعدة صح؟ انا فهمت. يلا. انا فهمت انا حساسية الريد ضيعة فعشان كده كل ما امسك ريد احس ان في مشكلة. ابرم الماب كله. اقول لك استنى. عندك سيارة؟ في ناس بتضرب هناك. عندك؟ يلا جيك. علامة علامة. وين لاعبين يا زلمة؟ هناك قدامي على الجسم. في عاد الجسم. روح لعنده لك لعبين كتير ترى مش عارف انه جسر بس انه اوكي وينه؟ لا يا عم انا مش موجود اتلسك خطر يا ولا طيب بس في سيارة كانت هنا المشكلة ما عم يطلع له انزيمات قوية لو عم يطلع يعني على اساس انه يعني داخلين بسيرفرين ما احنا بنفس اللايف ما احنا بنفس الروم يطلع هو بس المشكلة أنا خايف هسه تلاقيهم كل واحد جايب له 20 كيل. في التلج تحت نزل في المية هو دلوقتي. هو كده نزل في المية. كل واحد في المية ما نيجي نروح. يلا على المية. يلا انزل. تعال نرجع بالتلفريك. نقدر نفجر التلفريك ولا لا؟ إيه الخنزرة دي؟ في آخر الجيم بقى. سرعة عندهم في سيارة. لا سرعة. لا وقت أنا لا. أرجع إذا فينا. اجي لك يا نوفا عندك حق مش عايز انا عندك حق جاي عندي واحد وكلابه كمان طيب تبيته حاول تصمت بس انا صامت بس يعني بدنا على الجبل لا ياخذون سيرجو من تبع علموا عليك طلعوا بالشبال ما مستني اعرف فين الجبل ده لا مش هتلحق صدقني وين بس سمعت كبيرة لا ايوه يا نوفا اديله يا باشا حبيبي يا زلمة قصناهم يا حبيبي انا رحت له من البحر عبرت الشط على موده قلت لك يا زلمة كان شاله يلا جبت واحد ايه ده شوف يس 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 وقعت الثانية اهو واو اعطيته رصاصه هو بالهواء محلق لا كيف عليك يا واحد باي بيبي اوكي كان جيم سهل هسه يا ترى كثير كثير سهل بسرعه ايوه انا فايز ايوه يا كريم فزنا عليكم اول جيم يا باشا ايوه يا باشا احنا فارقين بكل واحده صح لا اكثر يا ابني انا وعاصم كم 24 وانتو 20 اربع كلات 22 الله اكبر 22 كيف 22 انا بطلت اعرف احسب لا 24 احنا 24 ما ضل بوت يا زلمه الا ما طلع بهالجيم لا لازم يكون جيم ايوه قوي إيه. شويه زلمه اقول لك حاجه عايز جيم قوي تعرف وش الكتراز ندخل الكتراز الكتراز والله الكتراز بتطلع فيها لاعبين صراحه مش غلط هناك راح تكون اصعب